السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من دليم ليك سوكل 2018. اليوم حلقة جديدة، سنلعب آخر ماتش في الدولي، ولو كسبنا هنكسب الدولي معاهم. أتمنى تبقى عجبتكم آخر حلقات من دليم ليك. معلش على التأخير، أنا قعدت بتاع أسبوعين ما بنشوفش أي فيديوهات، فمعلش. وإن شاء الله هنحاول نكسب الدولي. هنشوف الخطة. حصل بليك من الإصابة يا جماعة، الحظ الحلو ده. وميسي اتصاب، وده حظ وحش. بس متخافش ميسي، أنا هالك عشان مينفعش متلعبش في الماتش. احنا هنكسب فيه الكاس لتالت مرة إن شاء الله، وقصد الدولي اولا للتالت مرة. ويلا بينا، ممكن كمان نخير التيشيرتات بعد الماتش ده. يعني هنلعب الماتش ده، هو ده اخر ماتش هنلعبه بالتيشيرتات. ويلا بينا. الكاس بقى كده، وده اخر ماتش في الدولي، الماتش 15. لو كسبناه هنكسب مع الدولي. هو فين الكاس؟ بس هو فلوب برضه ماتشاتي بيبقى فيها كاس وكده العكس. فعموما يلا بينا نلعب. ماشي. لا مش معقولة كده. ايوه مش حلو، مش حلو. ماشي بطسيش يا ماشي. استنى سعرتيات ماشي السحلية. ووب، انت خبي يا سونسو، بتقف قدام ميسي في عرضياته السحلية. كنا رح اخلي ميسي هو اللي يعملها في عرضياتك السحلية يا ميسي. تبالا والعرضية. يا سلام الله، من اول كده ماتش عرضية كده. ليه يا اما تاخد الكورة. خد بقى مش هتديني كل خط. ويه كالتي اصفر، ايه انا مبسوط على فكرة. ويه بص مش حلتاتك السحلية بقى مش يلا مش اكم مش يب. بس ما حدش خابي داني زي سون يقف قدام مش هوب يعمل عرضيات السحلية. ويه كلنا تاني. ماشي ما في خير. ماشي ماشي مارسيلو، حتة قوية سيادة على الوشوب. بخفف شوية يا ماشي، بس دي بخفف شوية مارسيلو، دي كانت حتة قوية. ولوكاكو، ايه اللي انت بتعمله ده؟ عمل كوكو ايه ده؟ تسيب لهم كده الكورة. ده اخر ماتش الدولي يا اخي، ايه ده؟ يعني احنا لازم نكسب عشان نكسب معاه الدولي. يلا ميسي. خلاص كان ما فيش حاجه تتحمص. خلاص عشان كل ما لعبت هي تتقطع. كانت سمعت وقتي كاسباني لو ما عملناش فكرة العادية. يلا سنس لوكاكو. الله عليك يا لوكاكو، في اخر ماتشين ورا بعض كده كون. لعبنا كمان اول، لو اتفرجتوا على الماتش اللي فات اللي لعبنا فيه ليفربول مع السي كان مخيم بقى صوت. هتلاقوا لوكاكو كابكم في الدقيقة 90، وده الجون اللي خلانا فيه نتعادل ونلعب اكسترا تايم ونلعب بنالتس ونصعد للفاينل. وهنلعب ليه المتليت يعني فينا، ما كانش الواد لوكاكو ده جابكم في الدقيقة 90 كان زماننا خلقنا بره الكاس. اساسا خلاص يعني هم سوا 3 دقايق وهم بيبدأوا يعملوا حكمة بتاعتهم، خلاص افتكرته هيصفر. بس ربنا الحمد لله سطلها.
واحنا عملنا الحكمة بتاعتنا ولعبنا اكسترا تايم وكسبنا في البنالتي. خدها ميسي، خدها ميسي، غلطية بقى كده ميسي بقى، ميسي يا ميسي يا ميسي، سلام عليكم. والشوط الأول خلص واحنا كسبانين بواحد لصفر. كويس، حصلت ميسي وميسي وميسي وميسي، اوبا بابا. بس مفيش مشكلة، حاجة حلوة، حاجة حلوة، مفيش كلام. انت خبي يا ابني، يا ابني انت خبي، انت خبي ولا بتستعبط؟ قولي بس، قولي بس، ما هو بتبص للخصم يا اسطى، هيعمل حاجة ويكيب كون، تقلي استعباط يا اخي. ميسي سونسون راستو لوكاكو، ميسي سونسون 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 سونسون، ديبالا ديبالا بقى، كبحة ديبالا بقى، كبحة ديبالا بقى، كبحة ديبالا بقى، كبحة ديبالا بقى، حرام عليك، حرام عليك، هتكننوني، هتكننوني بجد يا ايه ده، حرام عليك. دي كورة، دي كورة، احلف انها كورة اساسا. اوف سايد، اوف سايد، اوف سايد، اوف سايد، هناخدها هناخدها يا اخي يا اخي يا اخي. ايوه ماشي 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 ماشي. ادي على التوبة، ادي على التوبة، ادي على التوبة. بس لمين؟ لمين؟ ما هو مفيش حد، مفيش مفيش، لا مفيش بجد مفيش. نقلب نقلب كده بحصلت. ايه القرف ده؟ لوكوكو اوف سايد، انا كنت عارف انها اوف سايد، انا كنت عارف، لازم تقول هي اوف سايد، باين عليها من اوف سايد. انا نفسي في انفلات زي دي كده، بس ما تبقاش اوف سايد، يا هتبقى حاجة حلوة. اوب يعني انت وكون ميسي بقى كده بقى، ميسي مفيش اي مشكلة، احنا عمالين نقعد مع خلاص كده، الماتش اتحسم لنا المفروض. تبال 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 تبال، عارفة كان حد واقف هنا كنت حصلت بيه على طول، وكان ممكن تدخل. مرة دخلتها بمحمد صلاح من نص الملعب، مرة بس على القديمة بقى، على كحاس التاني. اوبا اوبا، ما عمل قناه كل الكلام ده. بلايس بلايس بلايس، هو بلايس هيجيب كون من امتى؟ بلايس بيجيب الكون من امتى؟ الله عليك يا بلايس، الله عليك يا بلايس، انت بتجيب الكون من امتى؟ اول مره اشوف بتجيب الكون، انت بتجيبها من امتى؟ قول يا بس، قول لي كده، انت بتجيبها من امتى بلايس؟ اه بتجيبها من امتى؟ بتجيبها من ولانا؟ ماشي يا بلايس، ماشي مفيش مشكله. والحكم سوى دقيقتين وقت بطل طائع، واحنا خلاص كسبنا حاصل ماتش. لا ده لسه في كوانتم، لسه لسه، ما ميسي لازم يحط التيكيتاكا بتاعته كده في الماتش، ميسي لازم يحط الستايل بتاعه. سي يا سلام يا سلام عليك يا ميسي، لما تحط التاتش بتاعك في الماتش، حلو التاتش ده، حلو حلو حلو، حلو التاتش ده، حلو. سن ايه؟ نقفل كده، نأكد انهم هيسطلوا الحكم، صف صف الحكم. ايوه كده حك حبيبي، حك حبيبي، كسبنا 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 الدولي، كسبنا الدولي، كسبنا الدولي التالت مرة، كسبنا الدولي التالت مرة، كان ماتش حلو وكسبنا الدوري اخيرا بعد معاناة وخسارة ماتشين تعادل، كان ماتش وحاجة حلوة بتلاتة بتلاتة. كنت احنا كسبنا 10 ماتشات كمان، كسبنا 10 ماتشات وحنلعب ليه ماتش الفاينل.
ولكن باللبس الجديد. نخليه بقى الساعة كمان كده مثلا، نفكر كده مع بعض. طب الأول نشوف دول، هنلقاه بس الأول زي ما كان كده. أيوة هو كان كده. شوف بقى مثلا انت ممكن نكتته، يبقى ممكن مثلا كده هنخيل الألوان، هنخلي الأحمر مثلا موف ولا أصفر. نشوف كده أصفر، حلو أصفر، حلو حلو الأصفر. أصفر فابيض، حلو مش وحش. شوف التاني، ممكن التاني نخليه بقى أسود خالص. مثلا ممكن نخليه كده، اوكي هنخليه ده اسود. لا استنى كمان، استنى هنخليه بس كده. كده مثلا حلو ده، استنى كده هو حلو كده مش وحش، حلو حلو. بس هنخليه كده اسود. ايه ايه كده حلو مو بوحش. حلو يا مش وحش، شايفه حلو صراحة. أنا بصراحة شايفه حلو، مش ناقص ده. أوكي نخليه بقى أني في كسر تلت حلو. أوكي كده مثلا ممكن كده، ممكن مثلا اسوي عليه مثلا اللون الأحمر. فكر ممكن كده مثلا، ايه ايوكو انا شايف انه كده حلو. يعني خد برضه تكون كيبل، بس انا بقول لكم شايف بصراحة انه كده حلو. هنخلي بس كده مثلا الاخضر او الاصفر عشان تبان. شايف ده احنا لسه مغيرناهوش، ممكن نخيله ليه مثلا ممكن تنخليه اسود خالص. اسود ده احنا كنا عملناه، ايوه كنا عملناه. استنى بس كنا عملناه الحوار. ايوه كده، ايوه كنا عملناه كده. ماشي
بعدها نغيره مثلا ده، ممكن نخليه لونه، ممكن نخلي ده زي ما هو كده وده زي ما هو كده، ده بس ممكن نفرقه ونخلي الأخضر ده أسفل كده كده. حلو. ايوه كده 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 تبقى كل حاجة تتسطر يا ابني. كده اوكي، وكده نبقى احنا خلصنا كل حاجة زي ما انتوا شايفين. ودي التيشيرتات بتاعتنا احنا، يوه ده بس اللي اتغير، وده المشكلة ان ده مبهر. خلاص ممكن نسيبه كده ولا استنى؟ مشكلة اوكي. كمان في عمرك ما تبقى حلقتي عجبتكو، ما تنسوش تضغطوا على سلاي لايك سبسكرايب شير كومنت، كمان ممكن هنفضل بقى مع السنة نسيبو سامع وكده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.